المدينة العربية الإسلامية كما تفضلت بالذكر هي تتكون من نواة أصلية، نواة مركزية اللي هي عبارة على الجامع، المسجد الجامع اللي هو مسجد جامع الزيتونة المعمور، والذي تم إنشاؤه تقريبا في سنة 114-115 للهجرة. ثم تليه الأسواق النظيفة، المقصود بالأسواق النظيفة أي الأسواق التي معناها تبيع بضائع معناها راقية، كمثلا سوق العطارين وإلا سوق الكتبية ولا سوق القماش. وفي الأطراف نجد الأسواق الملوثة على غرار سوق الحدادين. حينئذ كل هذا النسيج المعماري يحيط به سور دفاعي تتخلله أبواب وأبراج. من بين هالأبواب يمكن ذكر باب أبحر اللي يعد من أقدم الأبواب، واللي أصل تسميته ترجع إلى معناها انفتاحه على البحر. البحر اللي في الفترة الوسيطة كان موجود فيه دار صناعة السفن في الفترة الأغلبية. نبدأ باب الخضراء، هو لماذا أصل التسمية باب الخضراء؟ لأنه كان يفتح على البساتين التي كانت موجودة في معناها أمامها في حي في باب الخضراء، فهمتني؟ اللي هي حاليا معناها بحكم أنه الاتساع العمراني لم يتبقى، للأسف الشديد لم يتبقى من هذه البساتين شيء. يلي باب الخضراء كما أسلفنا الذكر باب العسل، يلي باب العسل باب سيدي عبد السلام نسبة إلى وليه هو سيدي عبد السلام. ثم نجد باب بعد باب سيدي عبد السلام باب أبي سعدون وهو كذلك ولي. ثم بعد باب سعدون نجد باب العلوج. هي كانت مدينة صغيرة،
فهمتني؟ والمدينه الصغيره هذه كانوا يحيطوا بها يعني سور، فهمتني؟ والاسوار هذه يدخلوا منها من ابواب. فكان اول نجم نقولوا المعروفين اكثر هو باب سويقه، فهمتني؟ باب سويقه، باب الناره، فهمتني؟ الناره يعني المناره، فهمتني؟ كان فيه كان مناره. باب بحر، علاش اسمه باب بحر؟ هو باب البحر، لانه في الوقت هذاك، فهمتني؟ في القرون الوسطى البحر كان يوصل الى حد مدينه تونس العتيقه، والمدينه الجديده شارع الحبيب بورقيبه تبنى بعد، وخاصه في وقت الاستعمار، وقت اللي كبرت البلاد وزاد المعمار، فهمتني؟ خاصه من نزوح الاهالي من تونس، من خارج تونس، من الارياف وكل شيء، وجاوا لتونس، تكون حزام ثاني. والحزام الثاني هذاك، فهمتني؟ كون عملوا له سور جديد، سور ثاني، وابواب اخرى، وعملوا يعني مدينه اخرى، يعني حزام ثاني، وكبرت مدينه تونس. فهذا عندنا يعني الباب الجديد، لانه هو الباب الجديد كان يعني الباب الاخر، عندنا باب سعدون، وهذوما جنرالمون فيهم يعني باب سعدون، فهمتني؟ اولياء ياخذوا هما الاسماء.